وخياله واسع، خياله مليء بالإنجازات، وواقعه أيضا يؤكد ذلك، يؤكد لنا الخيال. وخيالي بدأ يسرح معك يا بالشرقي، ومع خيالك بالإنجازات والنواميس. ولكن هنا الحقيقة، أحمد بن سالم بن سهيل بالشرقي وليس بالخيال. أيضا القادمة ضحى محمد بن حمد بالدحبة العامري، وأيضا تقدم من حشيمة حمد بن غفان بن سلطان الخيالي، وأيضا القادمة بكل قوة مهمة انهيام بن عبد الله بن ركاض العامري، وأيضا رسمية لغانم بن محمد بن زايد الخيارين، غانم بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، نعم، مع رسمية محمد بن ناصر بن شافي القحطاني في عملية التضمير. يقدم أخ عبد الله بن نعي، وأيضا يتابعها أيضا، وينطلق معها والناموس يتجه مباشرة لمالك الذهيب. ما شاء الله يا الذهيب، ذهبت إلى المركز الأول، ذهبت إلى الناموس. بو حمدان فارس للميدان في هذا الصباح الجميل. خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي، الناموس يزهو بك يا عاشق سلالة المختبر. والله كأنه ناموسي، لا والله إلا ناموسي، إلا هذا ناموسي يا أبو حمدان. تهانينا لك يا مالك الذهيبة، يا خليفة، يا بن عبد الله، يا بن ثاني، يا النعيمي، على هذا الفوز والانتصار. وأيضا أبو علي الشوط اول اشواط الثنايا، الجعدان المحليات الاصايل، شاهين في المركز الثاني اللي يصل بخيط بن حاضر بسعيد الفلاحي وال500 متر الاخيره. الله 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 الله، القادم من هناك على المركز الثالث شاهين محمد بن الشيبه بن علي السبوسي، ولكن هداد على المركز الاول. هداد ايضا يهدي اهالي الوثبه هذا الفوز والانتصار. تهانينا لمحمد بن راشد بغالب المنصوري ولعلي بن راشد بغالب المنصوري على هذا الفوز والانتصار. تهانينا. ولكن السبوسي وصل ايضا، الفارس ينطلق مع شاهين، ما شاء الله. هنا وصل ايضا محمد الشيبه بن علي السبوسي، ولكن هداد على المركز الاول، تهانينا لمحمد بن راشد بغالب المنصوري على هذا الفوز والانتصار. لحظات الوصول، المركز الثاني وصل شاهين محمد بن الشيبه بن علي، المركز السريعة، التغييرات والانتقالات من مركز إلى مركز. الهاجس الرايق اليوم، صباحك نواميس يا الهاجس مع هذه الانطلاقات الخمسمائة متر النهائية. ولكن شاهين، يا سلام يا الخيالي شاهين، وبالويع خليفة بن محمد بالويع الخيالي مع شاهين، انطلق الى الناموس. القدوم ايضا من سالم بسعيد بن منانة الاكتبي مع البرقدين مع هذا الاسم الكبير. المركز الرابع الوصول مع شاهين سلطان بن علي بسالم بن رشيد، ولكن خلاص سلام شاهيني، سلام الخزنة، سلام الختم، سلام بوبي، سلام الوثبة. هذا هو شاهين خليفة بن محمد بن الوعي الخيالي مع شاهين، المركز الاول. المركز الثاني الهاجس فواز بن مشرف الشمري، المركز الثالث الوصول ايضا. واصل عسيله لمحمد بن الصغير بالصائغ المزروعي، ولكن نعود مع الانفراد، نعود مع الابداع،
نعود مع الانطلاق الاول، المسار الاول 500 متر اخيره، الصعب هنا، الصعب غادر بالناموس بالفوز بمرخان. من يحكم الامور مع البدايه، مع ناموس هذا الشوط، مع المقدمه، مع القياده، غادرت الشاهينيه بحفظ من الله ورعايه، متوجهه الى خط النهايه، الى الفوز، الى الناموس، ان تهدي هذا السلامات في هذا الصباح الى مرغم. مرغم اسعد الله صباحكم اهالي مرغم، اسعد الله صباحك يا الصعب على هذا الفوز والابداع. محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، لحظه وصولها معلنه فوزها وانتصارها، مهدي بن مرخان هذا الفوز، مهدي اهالي مرغم هذا الانتصار. تهانينا والناموس. المركز الثاني شاهينية سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. بن حمد بن حفصان المنصوري المنطلق بهذا الأداء، المنطلق بهذا التحدي، المنطلق بهذا الأداء، ولكن بالذيبان، ولكن بالحلوس، غادر إلى بر الناموس. انطلق بالمركز الأول، انطلق بالتحدي مع مها عبيد بالحلوس بن ذيبان العامري. سلام يا المصانع الجنوبية، سلام والسلام يا القطاع الجنوبي على هذا الأداء الجميل مع مها عبيد بالحلوس بن ذيبان العامري. ينطلق 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 مع المركز الأول ومع الصدارة. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار مع مها عبيد بالحلوس بن ذيبان العامري، وقادر بالحلوس إلى بر الناموس. المركز الثاني وصلت هناك براق محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتب. هناك ايضا للمرشح، نعود للقادم للسيل لمحمد اللويهي الجحافي. السليل، السليل هذه منطقة ولا ميدان؟ ما شاء الله على السليل، ويتابع سعيد محمد بن سالم. الله 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 يا الوهيبي. عود نعود مع الجحافي ومع الشعار من الشعارات التي تأتي بالعلوم الزينة لأبناء السلطنة. هنيالكم هنيالكم هذا التقدم، والتهانينا على كيف السليل. الله تهانينا زفه لأبناء السلطنة ومحمد بن لويهي الجحافي الذي قدم كل جديد. ما شاء الله المركز الثاني، شوف الوصول وشوف القدوم من شعار شاهين من خلفان المزروعي مع انطلاق جميل في المركز الثاني. والمركز الثالث اللي وصل هناك سائر لمحمد بن ميانين بن محمد المنصوري. الذهبية في ميدان المرموم في ختامي، المرموم في العام الماضي، ليتقدم في هذه اللحظات، ليتقدم بهذا الأداء الجميل مع يورانيوم يورانيوم يورانيوم. ولكن المركز الثاني هناك مع الفائز مقبول بن سالم بن وقيت الشمري، ولكن يورانيوم راح مع المركز الأول، راح بالصدارة والعصا في الإبطان، العصا في الإبطان. صاحب الماضي المشرف وصاحب البندقية يتقدم بهذه العروض البهلوانية، لياتي بالشعار علي بن سالم الزرعي في هذه اللحظة. علي بن سعيد بن سالم الزرعي، تهانينا والناموس والسلام جعلان، سلام والسلام السلطنة على هذا الأداء الجميل. بينما المركز الثاني في هذه اللحظات الرائعة مع الفائز مقبول بن سالم بن غيد الشمري. النواميس مع المركز الأول، مع مركز الأول، المركز الأول بدون أي لحظات القادمة حتى هذه اللحظات إلا لحظات التحدي والقيادة والسيطرة على زموم المراكز الأولى المتقدمة. هنالك غارة راشد بن سلطان بن مرخان، المركز الثاني الوصول من الوسمية سعيد بن حمد العرياني، ولكن اللحظات المجنونة. والمركز الثالث الذاير مبارك بن خادم بن حارب الخيلي. الله الله الله، الوسمية
غارة غارة الوسمية 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 يا سلام وغارة قدمنا يا يوسف خلنا نتابع هذه الأسماء ولكن غارة خلاص يا بن مرخان سلام إلى دبي سلام إلى مرغم سلام يا بن مرخان سلام غارة راشد بن سلطان بن مطر بن مرخان المركز الثاني الوسمية سعيد بن حمد بن سعيد العلياني من هقوة مبارك بن علي بن سالم الفراج البري تحركت مثيرة انطلقت مثيرة وانطلاق من خطيرة الله 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 هقوة القادمة ولكن مثيرة مثيرة ما زالت مثيرة ما زالت مع راعي النصيبة مثيرة ما زالت هنا تسير إلى الصدارة إلى محمد الطماطم بن حمد العامري وهنا خطيرة خطيرة سعيد بن نابت وخيلة العامري ولكن مثيرة مثيرة من واقع الاسم بأنها تنحدر من سلالة مثير أيضا انتاج هناك الفقع بالفعل وانتاج الفقع مثير المملوك الهجن الرياسة الذي أنجز الكثير والكثير لو عدنا لإنجازات مثير 7 دقائق 8 ثواني 5 أجزاء من الثانية توقيت زمني تخلده أيضا ذاكرة سلالة مثير ولكن كنت هانينا والناموس لمالك مثيرة على هذا الفوز محمد الطماطم محمد العامري المركز الثاني وصلت خطيرة لسعيد بن نابت وخيل العامري والقدوم ايضا من شاهين عبيد بن هلال بن مبارك الاعفاري الواصل والمنطلق بقوة الخمسمائة متر النهائية هملول هملول يا سلام يا ابو ناصر يا سلام يا ابو ناصر سعيد بن ناصر بن مشيط المري غادر مع الناموس غادر مع الذهب يعرف طريق الانتصارات ويعرف الفوز والانتصار هذا هو هملول سلام يا المري سلام سلام يا ابو مشيط سلام سلام يا هملول سلام هملول سعيد بن ناصر بن مشيط المري مع المدرج الأول مع الناموس الأول هذا هو خط النهاية يقف احتراما وتقديرا لهذا الاسم الكبير هملول سعيد بن ناصر بن ناصر بن مشيط المري وسلام يا الباهي سلام سلام الشهامة سلام المركز الثاني التحية لمالك شاهين عبيد بن هلال بن مبارك العفاري والمركز الثالث هملول تعيب محمد بمصبح الشامس ما شيء باقي بين شعار العرياني وشعار العفاري الله على الشوط الله على الأداء الله الله يا سلام شوف شوف انطلق العرياني حرك العرياني وحرك العفاري والشوط انحسم الشوط من بين هذين أيضا البطلين اللي في المقدمة من أبطال هذه الجولة ومن أبطال هذا الشوط مشاهدي الأعزاء أحد الأسامي الغوية سمحة وهي سمحة في انطلاقتها وسمحة في خفتها وسمحة في لمسها في التراب تهانينا لمالك سمحة وإلى من يملك سمحة ويشجع سمحة علي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني تحية أيضا وثباوية وتحية من هذا الميدان تهانينا للعرياني بالفوز المركز الثاني من حلت المركز الثاني هي العزوم لسالم بن هلال بن مبارك العفاري بن محمد بن مبارك الخيلي الخيلي هنا ينطلق بالمركز الاول وحال الختم اهالي الختم ينتظرون السلام يا الخيلي مع هذا الاداء ومع اريام التي انفردت انفرد كلي عن بقية المشاركين عن بقية المتابعين تنطلق بالمركز الاول بشعار مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي لي هناك مع المركز الأول مع الصدارة والسلام يا الختم سلام سلام يا الختم على هذا الأداء الجميل مع انطلاقة يا ريام مبارك بن محمد بن مبارك الخيالي تهانينا والناموس والشاهد الانفراد عن بقية المشاركين بينما وصلت بالمركز الثاني هناك سلهودة غانم بن سعيد بن خيلة العامري